ينضم إلينا مراسلنا من موسكو، مراسلنا يوسف بيغار، ومن إسطنبول علام صبيحات. أبدأ معك يوسف، يعني ماذا عن ردود الفعل المتباينة الآن من الأوساط السياسية والعسكرية الروسية؟ كيف يمكن إجمال هذه المواقف وردود الأفعال، وإلى ماذا تمهد في سياق هذه الأزمة؟ نعم، الخبراء في موسكو يرون بأنه النظام واحدة بواحدة. أنقرة لم ترد على طلب موسكو وطهران بعقد قمة ثلاثية تجمع بوتين أردوغان وروحاني في طهران، وكذلك موسكو لم ترد على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعقد قمة رباعية لاحتواء الأزمة بين موسكو وأنقرة بخصوص الملف السوري والتطورات الأخيرة في إدلب. منذ قليل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد جلسة مع مجلس الأمن الروسي لبحث آخر التطورات في إدلب وللتحضير للمكالمة الهاتفية المنتظرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي وصف هذا الأخير بأنها ستحدد مستقبل الصراع الروسي التركي في إدلب. وزارة الخارجية الروسية قالت بأنها سترسل وفدا عالي المستوى إلى أنقرة من أجل بحث آخر التطورات في إدلب وإمكانية الوصول إلى حلول مشتركة. وزارة الدفاع الروسية لا تزال تحمل الجانب التركي مسؤولية تدهور الأوضاع في إدلب، وتطلب من الجانب التركي وقف تزويد المعارضة السورية المسلحة المصنفة بحسب موسكو بالجماعات الإرهابية، وقف تزويدها بالأسلحة المتطورة. الخبراء المهتمون بالشأن العسكري يرون بأن الأزمة بين موسكو وأنقرة ليست فقط أزمة سياسية ودبلوماسية، بل وصلت إلى إمكانية السيناريو المواجهة المباشرة بين تركيا وروسيا على الأراضي السورية وبالضبط في منطقة إدلب. تعليقا على هذه المسألة، المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال بأن موسكو لا تريد حتى التفكير في سيناريو المواجهة المباشرة بين العساكر الأتراك والقوات الروسية المتواجدة في سوريا في إدلب، وبالتالي العمل المتواصل بين العسكريين الأتراك وروسيا لتفادي أي صدام في هذه المنطقة. طيب، أنتقل إلى إسطنبول وأتابع معك علام عن جديد الموقف في أنقرة إزاء الصراع العسكري في إدلب، خصوصا في ظل الحديث عن مكالمة هاتفية من المتوقع أن يجريها اليوم رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم. بالفعل، الآن من المفترض في هذه اللحظة أن تبدأ المكالمة الهاتفية التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الآن من المفترض أن يكون هذا الاتصال الهاتفي، المحادثات الهاتفية الهامة جدا بحسب تصريح أردوغان، والتي ستحدد أيضا بحسب تصريحه الخطوات وآليات العمل التي ستكون في محافظة إدلب. بناء على هذه المكالمة الهاتفية إما اتفاق أو عدم اتفاق، هذا هو أهم ما في هذه المكالمة الهاتفية. إما أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية ما بين الجانبين التركي والروسي في موضوع إدلب على الأقل كبداية لمرحلة قادمة، أو أنه سيحدد أنه لا اتفاق بين الجانبين، وبالتالي تركيا ستمضي قدما في موضوع العملية العسكرية التي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك إنهم يحضرون لها في الشمال في منطقة إدلب على وجه الخصوص. بالتزامن مع هذا الأمر، هناك تصريحات أو هناك زيارة كانت لوزير الدفاع التركي خروسي أكار وكبار كبار المسؤولين المسؤولين العسكريين والأمنيين الأتراك إلى المنطقة الحدودية المحاذية لإدلب، ومن هناك أبرخ رسائل مهمة جدا، تحدث عبر اللاسلكي مع الجنود الأتراك والضباط الأتراك الموجودون في إدلب، وقال لهم رسالة مهمة جدا كانت ذات مغزى كبير، وهي أنهم قال لهم نتوقع أن تنجحوا تماما في المهمة التي أوكلت لكم هنا كما نجحتم في المهمات التي أوكلت لكم في المرات السابقة. وبالتالي هو أراد الإشارة إلى أن الإشارة إلى عملية عسكرية متوقعة في تلك المنطقة. وتزامن الزيارة مع الموعد الذي حدده الرئيس أردوغان للمحادثات الهاتفية مع الرئيس بوتين هي إشارة مهمة جدا، بمعنى أنه من جهة هناك محادثات سياسية ودبلوماسية، ولكن من جهة أخرى هناك تحضير على أعلى المستويات للعملية العسكرية. أيضا هناك وفد روسي تم تأكيد أنه سيصل إلى أنقرة، إلى العاصمة التركية أنقرة، من أجل استكمال المحادثات بين الجانبين، وهي المحادثات التي كانت قد فشلت في الجولات السابقة في أنقرة وموسكو،
وسيحاول هذا الوفد أولا التوصل إلى توافق بين الجانبين بخصوص إدلب، وثانيا سيحاول تمهيد عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، وأيضا سيناقش يعني موضوع يعني اجتماع رباعي بما يشمل أردوغان وبوتين وميركل وماكرون، واجتماع ثلاثي أيضا في طهران، وهي كلها اجتماعات بالتأكيد ستركز على الملف السوري وتحديدا ملف إدلب، ملف تطورات إدلب. الأنظار الآن تتجه إلى النتائج التي سيخلص بها أو سيخرج بها هذه المحادثات الهاتفية التي ستكون هذا مساء اليوم بين الرئيسين أردوغان وبوتين، وبناء على هذه النتائج ستحدد الخطوات القادمة في إدلب. شكرا جزيلا لك علام أصبحات مراسلنا من إسطنبول، والشكر موصول لمراسلنا من موسكو يوسف بقار.